عرفتي اخي بلان يقدر يوقع لك واش كون كتفلوغي ساعه مشيت من الحاجب للمكناس وانا كنفلوغي وصلت لتما قلبت المايك لقيتو طافي ما كاين لا صوت لا والو طلع ليا الزعاف. المهم مشيت للمكناس جبت الكروكيت الكليبات سالالهم كروكيت ونخله الدجاجات. المهم نخليكم مع الفيديو ديالهم هما كيفطروا هذا الصباح ملي وصلت للدار ونكملوا الهضره باش نتقوا مع هاد العشيه هادي. نمشي بالنسبه للفطور ديالهم عندنا هنا الكروكيت كنفزقوا فهم شي حاجه ملي كيكون ناشف كياكلوا كيبقاو يشربوا بزاف ديال الماء كيديروا بيبي. انا كنسبق المراحل وكنفزقوا لهم كيرطب شويه. عندنا الارجيلات كما كتشوف كنقاو من هنا وكنقطعوا من الطفار لوكا كنختار الارجيلات الصغار حيت مازال صغيره وصافي. عندنا البيض خاصنا نشري لهم الباصاج فاش ياكلو. المهم البيضة ديال الدوكا والبيضة ديال سيريا فهاد البريقة هذا شو سيريا دابا فهمتي واخا تشري لها شي حاجة جديدة بالثمن غادي تخسرها. سيريا مسكينة كتصبر علي والو سيريا واسي ليكو ليكو اجي مازال لابس نفس السروال حيت كتشوف السخنه هادي غتعلق فيها لوكا. كل خزوية صباح هما كيلعبوا مع بعضياتهم ملي كنكون معاهم ما كيبغيوش يلعبوا ملي كيكونوا بوحدهم كيلعبوا عامره بالتفاهم. البركة ديال سيريا تحلات من الله كتنعس انايا والاخرى كتنعس لها حيت ما فيهاش الثقة باش تنقز في الليل ونتصرف داكشي علاش كنعس لداخل يعني زيد شوية نبدا نعس ونبدا نعس فهمتي كتشوف المشكل كنتيسع هانس
كيكور سيدي كيكور سيدي كيكور سيدي ستيك 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 صح صح فرنسي شربوه فيكم عطش سيدي كتجي على الخير سمكت لا بتوين لا والو جا سيدي دخل فينا بيرسلي دوكا كم صاو المهم دابا غادي نعطيهم يشربوا في العشيه ملي غادي تبرد الشمس شويه نخرجهم انتم شنو شحال الطعام ديال الطعام ما كملش كيلو انا دابا وصلت للدار كليت شويه كان فيها الجوع ما كناكلش فهمتي عايش غير بالسوائل الحريره الصوبه الروز الشعريه فهمتي اي حاجه ما كتمطغش كناكلها داكشي علاش قالوا بزاف ديال الناس رقاقيشي سو فهمتي ما كناكلش الخبز اول خرجه مع بكر سيدي خرجوا معايا مال الدار باش يشدوا لي الكاميرا راكم عارفين يدي بجوج عامري سو خاصني ضروري لي صور لوكو لوكو واش حجيت انا كم نهار الاربعاء الخميس الجمعه اليوم السبت طالعه في 4 ايام وهي معنا وانا طلقتها ما غاديش تهرب سيليا فهمتي وما كانت سيليا تقدر ديرها ولا ولكن دابا سيليا مثبته كيف قال لك لوكا ما تقيسش الكاميرا كتبان اللعبه اللي هرست لوكا خصنا نحيدوه اللعبة هادي غادي نديرو لها بحال هكا حيت شحال هادي ما حيدتهاش عرفتي بحال 16 هذا موقع ليه والو الفلتر وهدا تهرس ولكن كيما قلتلكم اتس اوكي كنت كنتمنى تكون هاد البلاصة هادي خاوية باش يلعبو في خاطرهم ولكن كيما كتشوفو البقر والكلاب من هنا سيليا ليك ليك الكلاب والبقر من هنايا ومعاهم سطاف خمسة ديال الكلاب هنايا نمشي نمشيو نقتلو لنا الكلبات ام سوري على هاد الفيديوهات اللي كنحط لكم ولكن كما قلت لكم راني كنقلب على الكرا باش نرجع للبلاد تما الغابه وفهمتي ما كتلقاش كاع بنادم كتلقى الكلاب وكتمشي كتبقى غير داير في الغابه هما الكلاب ناري شحال خمسة يا برادرز الكلاب زيرو زيرو خمسة من لا وخمسة من هنا هادو جايين صافي قصدينا معاهم سطاف واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة اللي كيبانو يدارو جري جري الحلوة جري كم اب 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 يلا لوكا ايزي سيليا شو سيليا اللي كتقيدها سيليا ليك بالنسبة للكروكات علاش كنمشي تسمكنس باش نجيبو تما رخيص فهمتي 200 درهم ل 20 كيلو
كيطيح عليا ب 220 درهم الترونسبور، عندك 14 درهم ديال الطوبيس و 6 درهم ديال بتي طاكسي ملي كنوصل الحاجب، حيت عندنا الحاجب داير بحال هكا. طلع معانا هنايا الاخت لوكا، واقيلا غادي نسميها روكا قبيله عيطت لها امي روكا، سميها روكا. شوف دينا حيت شافت واحد الكلب، سنسي الله ما كتحملش الكلاب، علاش ما كتحملش الكلاب؟ ولكن هاهي الشيخه اللي مورايا هادي اللي كتقدمها، ما دي درويش كيفك لوكا. وا سيري ما تمشيش عند الكلاب، سير 10 ديال الكلاب تما. سيليا لوكا كما قلت لكم غادي نبدا مع الدريساج هاد السيمانه، نبدا معها بلا ديسيبلين وموراها لاطاك، وخا دابا اللي شافني كنهضر بحال هكا غادي يقول هذا دريسور وكذا، ما كنعرفش ندريس هو شويه ولكن ديسوي ديسوي